vegan dinner. Wraps. Popcorn اكيد. ايش عم تتحضر؟ بطاطا. هلا بسأل مرتي شو عامله اليوم. شي بيشبه الهوتدوغ. بطاطا. هون عنا رز. صوص طماط. Let's see. بفكر هلا. عنا كمان بيجلز. شي بيشبه الجبنة. شي بيشبه ما بعرف. تركي. وكتير صوصات. رح روح اسأل شو عم نطبخ اليوم. اجت الفكرة نعمل فيجن دينر، فبرمنا تقريبا كل لبنان ثلاث اربع سوبر ماركت، فتشنا على الفيجن فود. الفيجن يلي هن شيء بيشبه اللحمة، بيشبه الدجاج، طعمته مثل لحمة ودجاج. الفكرة تنشوف إذا حدا فيجن بيقدر يلاقي أكل ياكله بلبنان. بلشت ببوب كورن، بلشت بتشيبس، هن بطاطا بالآخر. فرح أخذكم اليوم بعشاء، عزمت شوي من أصحابي تنجرب سوا الإكسبيرينس. How can a vegan live in Lebanon? Vegan roulade de Paris. Le bon végétal carré gourmand. هون عنا beefless ground. شي مثل لحم مفرومة بس كمان vegan. من هلا تكون اجى المعزيم. انا مركز على البشار. طيبين مرتي. فيجيتيريان هام، يعني اللي ما بياكل هام يلي هو بالمشبرح جامبون، فيجيتيريان ما فيها جامبون. كتير حشرة دوقة. هيدا البرجر، البرجر اللي جربته بال اي اكتشفته بوقتها صار في منه بلبنان. مظبوط ما فيه لحمة ابدا، بلانت بيست، تقريبا طعمته 80% مثل البرجر. بس عبالي فرجيكم شو المكونات. بتلحقوا تقروا. كله غم، yeast extract, sunflower oil, coconut oil, canola oil, oil, oil. يعني ما كتير اشياء healthy. يمكن تكون healthy اكتر من اللحمة ما بعرف. هلا مدوق بعد شو بخبركم. هون عم بقول انه ليش واحد عايز حيوان كرمال يكون عنده لحمة. بيقدر يخترع لحمة. وبيوند ميت اخترعوا شيء بيشبه وطعمته مثل اللحمة. بلانت بيست. مثل كل شيء رح ناكله اليوم. الطاولة عم تجهز. هون عنا افوكادو اند تشيز. فيلز لايك تشيز. باستا اكيد. باذنجان. هون عنا هام. فيجن هام. بطاطا حمص. فيجن هوت دوغ. سلاد. كبة لقطين. فاصوليا. بيتزا. 100% فيجن. وبعد في اشياء جديدة. الطاولة جهزت. عنا هون فاصوليا، افوكادو، غواكامولي اند توفو، كبة لقطين، سلاد غير شكل كثير غنية مع بيكان نوتس. هون عنا مارغريتا بيتزا، هوت دوغ، حمص، بطاطا، كول سلو، فيش فينجرز اكيد بلا سمك. البرجر مع بيجل كله فيجن. هلا بتشوفوا اللحمة قديش سميكة. بطاطا هون شيء تقريبا بيشبه الموزاريلا ستيكس. سباجيتي بولونيز اللي هي معمولة اجمالا بلحمة مفرومة بس هون ما في لحمة. ورز برنبيط. والهام جامبون اكيد فيجن. هاي الطاولة. عشا ببلش. خلينا ندوق وننبسط. هذا الجامبون. اوكي. سوري بلش بالنص. هيدا لون من جوا. رح قص شقفة ودوقة. هوت دوغ. رح ندوق البرجر مع اللحمة. ما بعرف انا عملوا لي هيدا. هيدا البرجر طلع اللحمة. رح جرب البيتزا اكيد الفيش فينجرز. ولازم جرب الهام.
هذا هوت دوغ. التكستشر كثير طريه وبهاراته كثير كثير قويه. رح فرجيكم اول شيء اللحمه، سامعين بال بيوند ميت او امبوسيبل ميت اللي هي شكلها مثل اللحمه على الارض، اذا قصيناها بالنص كانها لحمه، وطعمتها تقريبا في 70% لحمه. بيجل يعني واحد بتكون معول على التكستشرز لانه غير شيء بالمره. كثير في سبايسز، هيدا الهام، اوكي تقريبا فيش تقريبا زيت شي بده يمكن شويه كاتشب. ف اكسبيرينس مهضومه، رح ضلني كفي ذوق الاشياء. شوي قريبه طعمتها بس بتفرق لانه كثير فيها سكر شوي اكثر، فيها بهارات اكثر، وبدها صوصات تزيد الطعم اللي هي ما موجوده باللحمه والدجاج. مارغريتا اللي فيها جبنه سبيسيال، بدها كاتشب، هي اقرب شيء على الطعم اللي بنعرفه. الباستا باستا اكيد، والبولونيزي خضره طعمه البصل شو قويه، وفي هيك في ريحه كثير قويه مثل كانه في شيء بارفان كثير قوي، بس التكستشر مانا عاطله ابدا. يعني بفضل اللحمه بس ما حنجرب. غواكامولي اند توفو، اوكي ما كومنت. حتى في بوتر زبده للفيجن. سو anyway اليوم مش ضروري واحد ياكل شيء بيشبه اللحمه، ما رح نفهم الطعمه. مش ضروري واحد ياكل شيء بيشبه السمك او بيشبه الدجاج، لانه اللي بياكل لحمه ودجاج كثير اكيد رح يكون في فرق، اللي بلا زبده وبلا الجوسينس يلي هو. بس واحد بيقدر ياكل فيجن كل يوم وبناكل بلا ما نعرف. في حمص، في كولسلو، في فريت، في رز، وفي بطاطا، وهذا الصحن كثير انبسطت فيه، حتى اكلت باستا مع كاتشب. وما خلصت عشاء لانه بعد في الديسير، محضرين جاتو فيجن. صار وقت التحليه. فيجن ديري فري ايس كريم، مارزيبان اللي هن مرصبين لبناني، تاكدنا انه ما فيهم ابدا ابدا شيء له علاقه بالحيوان، اكيد فواكه. وهيدا الكيك عملناه بالبيت، رح ندوقه سوا فيجن، فبالاخر واحد بيقدر يتحلى بريحه. شوكليت نوت باد. عبالي ادوق الايس كريم التكستشر تبعها زيت الشيء. هلي عم تستوربي، خليكم معي دقيقة. هيدي على كاشو ميلك دوك شوكليت تروفل هول طيبين. يلا تحلية تايم. جربت، طب ما اقول ما جربت، جربت. الشغلة كثير مهمة واحد يخفف لحمة ويخفف دجاج بحياته، مش ضروري يروح يفتش على اشياء بتشبه اللحم بتشبه الدجاج. باكل عادي بيناتهم كل شيء في خضرة بينسلقوا بينقلوا، حتى بالاخر الديسير كثير طيب. كانت اكسبيرينس جربناها سوا، وبالاخر نعطي الفيدباك تشوف شو رايكم بالموضوع.